جهود كبيرة وبصمات واضحة لرجال الإطفاء الذين يؤدون عملهم بكل شجاعة وعزيمة، متسلحين بالعلم والتقنية الحديثة، مسطرين أسمى صور التضحية والعطاء التي تعتمد على الانتماء والولاء لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الحكيمة. الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للإطفاء تهتم بالعنصر البشري وتنميته، إيمانا منها بأن العنصر البشري هو أساس التنمية والتقدم، لأن التنمية الحقة هي التي تتخذ من الإنسان محورا ومن العلم سبيلا ومن الإخلاص دافعا. وفي إطار الحملات التوعوية للإدارة العامة للإطفاء، أطلقت الإدارة حملات عديدة، منها حملة نبيك سالم، والتي تضمنت معرضا توعويا بمشاركة عدد من القطاعات والإدارات بهدف توعية الجمهور من مخاطر الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها. كما تم خلال المعرض توزيع مجلة الإطفائي الصغير للمرة الأولى، والتي أعدت بعناية لتوعية الأطفال. الإصدار الأول من مجلة الإطفائي الصغير اهتم بتوعية الأطفال وتعليمهم مهارات النجاة من الحريق، حيث تشكل المجلة نقلة نوعية في البرامج التوعوية، باعتبار أطفال اليوم رجال القد، ومن الواجب توعيتهم وتنمية مهاراتهم منذ الصغر. جهود كبيرة يبذلها رجال الإطفاء من أجل توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والحوادث والكوارث الطبيعية والوقاية منها، ما يجعل رجال الإطفاء عنصرا مهما من عناصر المجتمع يعمل على أمنه وحمايته ضد أي مخاطر.